فضيلة الشيخ، ما حكم السلام على المصلي وكيف يرد المصلي إذا سلم عليه؟ السلام على المصلي لا بأس به إذا لم تخشى أن يشغله ذلك عن صلاته، أو أن تفسد صلاته برد السلام عليك، لأن من العامة من لا يعرف، ربما إذا قلت السلام عليك قال عليكم السلام. والأولى إذا كنت تريد أن تنتظر حتى يخلص من صلاته ثم تسلم عليه، هذا هو الأفضل. وإذا كنت لا تريد البقاء اذهب ولا تسلم. أما كيفية الرد فالرد باليد فقط، ترفع يدك هكذا إشارة إلى أنك قد فهمت، ثم إن بقي حتى تسلم فرد عليه السلام باللفظ، وإن انصرف فالإشارة كافية.